الأقربون أولى بالمعروف، مش توصل تطيح أرواح بين ززعر وشيت، ويعملوها ساعات الكبار ويحلوا فيها الصغار وتتداول معناها سنين وسنين. راجل كبير اللي يحكم والناس كل تسمع، في كل عرش فما جدودنا اللي نفتخروا بيهم ونحبوهم ياسر، اللي هم بالحق معناها كلمتهم تمشي للحاجات الإيجابية. 121 تلميذ بولاية قفصة يتم حرمانهم من اجتياز الامتحانات بسبب العروشية، شو رأيك؟ حاجة خايبة. ما كيفاش بسبب العروشية معناها؟ كيفاش معناها تحرموا من الدفورات نتاعهم اترافير الحكاية؟ من غير ما ندخل في تفاصيل الحكاية، لكن تم حرمانهم بسبب انه لا ينتمون يعني العرش معين. هي العروشية اون جنرال بيرسونيلمون باش نحكي على الولاية اللي نعيش فيها، معناها موجودة العروشية في تطاوين، أما موجودة بوزيتيف حاجة إيجابية، ما عمرها كانت سلبية. دونك عندنا عروشية اللي هما ديجا قاعدين يخدموا في ولاية تطاوي، ناس كل اون برانسيب معناها راهو وما خلقنا الجنة والإنس إلا ليعبدوني. فانت كونت راهو الإنسان مهمته في الحياة أنه يعبد ربي، أنه يحاول يحسن من الجهة اللي عيش فيها. كما حكيت لك معناها ممكن هي حاجة جراف على الأخر اللي طوم برشة تلاميذ معناها تحرموا أنهم يدخلوا يعدوا الامتحانات متاعهم على خاطر فما عروشية ولا فما تخمام معناها متاع عباد نجم تحرم عباد أنها تعدي دفورات. مي بيرسونيل مو إذا باش نحكي على تطاوين، دونك العروشية بالعكس حاجة باهية على الأخر اللي بالرسمي معناها فما هكا فوالا اللحمة او ميم طون هكا الكبير هكا اللي بالرسمي معناها الراجل الكبير اللي يحكم والناس كل تسمع، في كل عرش فما جدودنا اللي نفتخروا بهم ونحبوهم ياسر، اللي هم بالحق معناها كلمتهم تمشي للحاجات الإيجابية. الحق يا ربي عمرها ما صارت حاجات سلبية في تطاوين، أما في بلايس أخرى الله أعلم. أما معناها من نسمو العروشية توصل معناتها بالمنح السلبي، خلينا نقولوا توصل انتحار واحد فيها الحكاية، كونه هو من قبيلة وتعارك مع قبيلة أخرى، توصل تسكر منطقة، توصل فما بلايس ما يتزاروش لشدة الخطر نتاعهم، توصل كما اليوم شفنا فما تلامذة تحرموا من مقاعد الدراسة. ليطون ما نعرفش احنا تونس تو اون برانسيب بعد الثورة نجم نحكي معناها برشا حاجات دخلت بعضها، وحاجة كيما هيك معناها باش توصل تطيح أرواح بين ززعر وشيت. فانت كونت كلنا مسلمين بصفة أقل، كلنا توانسة بصفة أقل، كلنا ولاد منطقة واحدة. ما نعرفش علاش معناها توصل المشاكل تكبر للي تطيح أرواح للي تولي ما نعرفش أنا عداوة كاملة، ويعملوها ساعات الكبار ويحلوا فيها الصغار وتتداول معناها سنين وسنين. فما نعرفش إذا باش نقول حاجة، راهو العروشية اون جنرال راه كلنا بشر وكلنا خلقنا ربي راه فقط لعبادته، وكلنا معناها عندنا رسالة لازمنا نوصلوها في الحياة متاعنا. أما لين نوصلوا معناها نشوفوا قتل ولا نشوفوا مثلا عباد تتحرم من القراية، حاجة كاتاستروفيك جراف على الأخر. العروشية في كفاءة خلينا نقولوا الفرص. باهي كيفاش في كفاءة؟ عرشه واحد من عرشه وخير أنه يخدم واحد من عرشه وما يخدمش عبد من ولاية أخرى. والله يشوف هي ذيك إذا باش تحكي مثلا على تمييز ولا أنه يميز بين عباد اون جينيرال الأقربون أولى بالمعروف. إذا إيه أنا معناها بالرسمي معناها سي هو أنتم نورمالمون الواقع التونسي، فأنا قاعد نحكي لك في الواقع التونسي اون جينيرال معناها راهو سي لا الأقربون أولى بالمعروف، فقط إذا هو يستحق البوست هيك معناها ما تحاولش تحرم غيرك معناها من بوست معينة. الأنانية خايبة وراو مضبينا معناها الناس كلهم جنرال. احنا رانا الفيزيون تاعنا كشباب سيرتو اللي احنا ديجا في تطاوين معناها عندنا جروب كبير على الاخر يخدم في السيتي سيفيل قاعد يخدم قاعد بالرسمي، عندنا فيزيون الناس كلهم مع بعضنا قاعدين نحبوا نوصلوا لها. تعرفي هذاك المثل اللي يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه، احنا قلبناها الآية ولت فاقد الشيء يعطيه وكما تمناه يوما. دونك نحن ممكن المعلومات اللي ما وصلناش ولا ما لقيناهاش بالساهل ونجمنا نتحصلوا عليها في الولاية متاعنا قاعدين نعدوا فيها للشباب، احنا شباب بليتو، اما للجينيراسيون اللي بيجي بعدنا بسهلة على الاخر
فما فماش علاش عباد قاعدة تعادي في بعضها ولا قاعدة تتعارك. تونس راهي نتاع الناس كل بالحق. معناها أنا كي نحكي اليوم نحكي على ولايتي، نحكي على بلادي زادة، أما كي نحكي على ولايتي خطر الحب الأول والأخر والعشق والحاجات السمحة كل راهي ديما في تطاوين، خطر حاجة كي نحكي عيوني قلوب بقلوب ديجا. أما اللي شفته معناها في الولاية نتاعي اللي الشباب راه يحب يخدم برغم المشاكل، برغم التمييز اللي كنت تحكي عليه، برغم الوعود اللي خذاوها من الدولة وتعاودوا معناها برشا مرات تعاودت وما وعدوش بها، برغم سياسة التسفير اللي قاعدة توقع في ولاية تطاوين. معناها يجاني قلبي راو كي نلقى 15,000 ولا 16,000 ولا راو معناها خرجوا من تطاوين حرقوا ولا بطرق شرعية ولا غير شرعية، وجعني قلبي. تطاوين راي مايش حل، مايش في حالة حر. تطاوين راي ولاية تابعة تونس، تطاوين راي بالرسمي من حقها انها تعيش كيما الولايات الكل. تطاوين راي بإذن الله معنا باش نوصل احنا كشباب اليوم في جهتنا رانا باش نحسنوها، باش نخلوها خير وباش نخدموها، ومانيش باش نقصروا ومانيش باش نبخلوا بحتى قطرة عرق على خاطرها. خاطر احنا نمنوا اللي التغيير موجود، واللي التغيير راه باش يبدا من الشباب نتاعنا، واللي التغيير راه حاجه تنجم تكون موجوده اللي طون نمنوا احنا برواحنا ونخلوا الناس اللي دايره بينا تنصرنا وتمن بينا. يعطيك الصحه. ميرسي بوكو.